الحلاوة دي؟ شايفة يا ماما؟ يا ابن شايفة يا ماما الحلاوة يا ماما؟ يا ابن الذين يا أبا، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ شكرا شكرا. شايفك يا ولاد؟ ها؟ زي ما فيش يعني. مش حلمكم من حاجة أهو؟ حقيقي حلو. ودواير وخشب. ممكن. معقول يعني كنت هتقعد هنا لوحدك بشبشبك بصباح يا ابن المحظوظ؟ انت مين؟ انا هاني. ايه هاني؟ هاني مين؟ عايز بتقول ايه انت؟ العريس. العريس. انت اللي مين؟ اماني العروسه. فعلا العروسه. لا يبقى مبارك بقى، نبارك ونزغرط ونرقص ونهلل. أول مرة الحقيقة أشوف عريس مش عارف شكل عروسته. أنت مش أماني ولا أنت هاني؟ فعلا أنا مش هاني ولا أنت أماني. أمال يبقى إحنا مين بقى؟ إحنا مين يا جماعة؟ جايز هاني وأماني جم. على السلامة. حمادة نجم مدير علاقات العامة بالأوتيل ومسؤول عنكم طوال فترة إقامتكم. أحب أقدم لكم أحلى كومبليمو لأحلى عريس وأحلى عروسة. سوري. هاف ا نايس تايم. ميرسي. أستأذنكم أنا عشان ما أتأخرش على شغلي. يا ست الكل، انت ممكن افهم بالظبط انت مين؟ انا ليلى البعطوطي، صاحبه سايت الست لما دوت كوم، ومسؤوله عن الفيلا دي وبرنامج رحله العرسان كله. اوكي، صاحبه موقع الست لما بقت بعطوطي. طب خدي دي عندك بقى. انا بقى نور اباني اللي بيشتغل في اداره الاوتيل في القاهره، الاوتيل اللي مدي الرحله دي كلها بالفيلا دي كلها للسايت بتاع حضرتك. السايت اللي ما بلغناش ان الجوازه اتلغت. ردي. انت عرفت منين ان الجوازه اتلغت؟ من العريس نفسه، لانه يبقى صاحبي وزميلي في الشغل. وانت بقى الاداره بتاعتك عارفه انك جاي هنا بدل هاني زميلك في الشغل؟ سؤال حلو. لا ما يعرفوش، بس عارفه ليه؟ عشان انا جاي هنا في مهمه رسميه، جاي شغل، جاي اشرف. ودول؟ دول انا ما اعرفهمش. ايه؟ نعم؟ افتكرتهم، دول اهلي. انت يا واد جايبنا هنا سفلقه؟ ايه ده؟ يعني انت ساكته كل ده ويوم ما تتكلمي تقولي كده؟ ازاي كده؟ ايه؟ انا كده فهمت. انت منتحل شخصيه هاني وجاي هنا عشان تفسح اهلك. ده انا هوديك في داهيه. وبيتعالي خديني الساعه 7. ممكن تقولي انت عامله اماني ليه؟ ده انا اللي هوديكي في داهيه. معلش أنا آسف للإزعاج جدا. اتفضلي. ده برنامج الرحلة. ده ليست بأماكن التصوير اللي هتصوروا فيها عشان تنزل على السايت بتاع الست لما 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 الست لما يا عيني لما يا روحي لما. خلاص حضرتك ماشي. سوري معلش، طلب أخير. عاوز حضرتك أنت والعريس تصوروا قدام القلب الرقيق دوت. ده أول الصور يعني. أمال فين العريس؟ ثواني هنداول حضرتك. مش حد يمسكني من تلابيبي. تلابيبك طبعا، ما انت بعطوطي. انا دلوقتي عرفت انت جايه هنا وعامله فيها العروسه علشان تنزلي صور على السايت بتاعك.
ده انا هوديك في داهيه. مش هتقدر لان انا كبيره هيلغوا معايا التعاقد، لكن انت اللي هتطرد من الفيلا دي، انت والقرطه اللي معاك وهتترفن. انت جايه عشان كده؟ ماشي، انا ما بخافش وما بتهددش وهوريكي. ماشي اسكت بقى دلوقتي، اسكت بقى عشان هو عارف ان انت هنا. انا هعمل ايه دلوقتي يا عتاب؟ اتفضل اتصرف. هتصرف اتفهم ان انا بخاف؟ على فكره ما بخافش، ما بخافش. هتشوف هيحصل ايه دلوقتي. سوري يا مستر حمامه، انا اسف. حمامه؟ لا لا، اسمي حماده. ده منظري يبقى حمامه برضو. انا بعتذر. ولا يهمك. الصوره القلب؟ الصوره لا، حالا العروسه بتجهز. طب هستعجلها. يلا بقى اماني. يلا يا اماني. مش متجوزين جديد بقى، بنحفظ اسامي بعض. ثواني بس، اتفضلي اتفضلي. يا امان. ابوكي ميت. طب حياة امك ميت. الهي يا رب يجمعك معاهم في الجنة يعني، عشان خاطر. هلا يا ست، ما شاء الله شفت مدير مهم يعني. الحمد لله. يلا بقى يا اماني. يلا. اهي اماني. عروسه بقى عروسه. استاذنكم هتصوروا قدام القلب الصغير دوت، بحيث ان القلب الكبير اللي حضراتكم هتعملوه يحتوي القلب الصغير، يبقى جواه يعني. خلاص بالظبط هنعمل كده، النص من هنا والنص من هنا، فسبحان الله تلاقي الشكل طالع قلب بالظبط. ما تستغربوش قوي كده يعني، مش احسن ما اوديكم الجامعه تصوروا؟ على القلب الصغير ده. يلا نقف يعني كده. احنا القلب الكبير. انتوا القلب الكبير هيحتوي القلب الصغير. مش اوكي كده؟ اوكي كده. ايوه استاذ هاني، استاذ هاني اوكي. يا ريت نضم سنه لك، انا قلبي هيقف. استغفر الله العظيم يا رب، انا بجد مش قادر. حسب الله عليك. ايه يا عمر؟ خير حصل خير. خلونا في اللي احنا فيه، هنعمل ايه في الورطه دي دلوقتي؟ ولا ورطه ولا حاجه، انت تصوري عروسه وانت تصوري عريس وخلاص. اهي العيله قالت قلب. انا لا ممكن اعمل كده، ده تزوير. لا والله انت فعلا عندك اخلاق، واللي انت عملته ده مش تزوير. طيب هنصور ازاي يعني؟ ما هو كده احنا وشوشنا حبان وهنتعرف. فوتوشوب. هي الكبيره قالتها لك. والله العظيم ما حد مودينا في داهيه غير الكبيره الحلوه دي. ها مؤاخذه يا تيتا، الصور دي جايه لي على الويب سايت بتاعي، فهتبقى معايا يعني. طيب طيب كده يبقى كويس يعني، ما فيش اي مشكله في شغلكوا صح؟ حضرتك انا ما عنديش مشكله ولا هتضر في حاجه، ده اللي هيروح في داهيه. يا ساتر، الف بعد الشر عليك يا حبيبي. دي ماما. اه شفتي دخلت براسها ازاي؟ طب عرفني كده ببقيه العيله. خالتي، امي، جدتي، اختي. والسكر شغل. طب هو احنا هننام هنا كلنا ازاي؟ سهل، هي الفيلا دي كلها اصلا اربع اوض، فممكن بيرلا في اوضه، وانا طبعا في الاوضه اللي جنبها، وانتي في اوضه، وجوجو وتيتا وماما وناهد في اوضه. ايه يا حلاوه، كل واحد فيكم ينام في سرير سنجل، واحنا الاربعه نتكعبل على بعض في سرير واحد.